إذن مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب مدينة بوزنيقة، بالضبط عند أحد بائعي الخبز، عند فران بلدي كيصايب الخبز وكيبيع وكيترزق الله خدام معاه تبارك الله. 16 واحد 16 عامين تبارك الله. 16 عامين برافو ليك، يعني 16 عامين شوف شحال هزمنا أسرة. تعرضت لواحد المشكل خطير جدا، اتصلت بقناه شعب قناه شوف تي في باش توضح لي هذه المساله. تفضل مرحبا بك، هز الميكرو على فمك وتفضل مرحبا بك. اسيدي انا سيدي باش مدة ديال شهرين سيدي في الليل تفاجات، انا جيت للمحل ديال الرقم بعد 12 ولا 12 ونص في الليل، حليت هذا الباب هذا حليته دخلت تفاجئوني سته ديال الناس. هذا الباب هذا كان مسدود كيتسد في الليل، هذا الباب من حليته دخلت كيتبعوني سته ديال الاشخاص من الدوره من هنا هازين السيوفه ديالهم سته، وكيفاجئوني هنا دخلت المحل لداخل هنا كيحطوا لي السيف واحد هنا واحد هنا السيوف واحد 86000 ريال، ودخلوا الخدامه هنا ديال الخدامه عندي اربعه كيخدموا اربعه خدامه خدامين، وواحد تضرب واحد تضرب هذيك الساعه والاخر عاوتاني دخل عطى تمايا. الامن ما جاش تصور من 11 ونص ديالي ولا 12 باش وقعت الواقعه، الامن ما جاش حتى 3 ديال الليل وحنا مخلوعين، خاص الامن يجي يحمينا. جاو هنا وقفوا هنا جوج عجلات ديال خاتم ديال الخبز، السيد كيطيب حبس الاخر حبس خدمه حبسات، انا تكريسيت مشاو لي الفلوس ديالي. شحال دولة؟ 86000 ريال. 86000 ريال و 1300 درهم. كانوا مديرين شي ماسك على وجههم؟ لا عاديين ومعروفين وما غنذكرش الاسماء ديالهم. وانه هو ندوزو خيسي ما بغاش تسمع هادشي. تفضل تفضل. بالنسبه للقيمه الماليه تقريبا شحال 86 ديال الفلوس وجوج ديال العجين، جوج عجنات هنا خسروا كل وحده في 1000 ديال الخبز، 1000 درهم 2000 درهم، وهرسوا هذا الباب بقاو بداك الشيء ورثنا حنا على الباب. جاوا سيدي هاد الناس انه هو المخزن خاصو يجي يحمينا، ما جاش حمانا. بوزنيقه ما فيهاش الامن، انا كنقول الامن ما كاينش بوزنيقه، وكنطلب من السيد مدير الامن. ماشي واش بلاتي الامن اللي كيجي بلاتي يا استاذ خلينا نهضر معاك، واش الامن اللي جا ما دخلش المحل ما عرفش شكون مضروب باش هاد الناس اللي مضروبين في المحل، وانا خاطر نسيطر في الفيطر خاطر نقضوهم. هاد المساله ديال الامن، الامن كاين في البلاد الحمد لله. بلاتي واش من الامن من 11 من 11 حتى 3 فينا هو الامن؟ ما جاش الامن، كنمشي باش نعدم انا والناس مضروبه هنايا، خصهم يحميهم ويسيطروا في السبيطار، وشوفوا الخساره اللي هنايا، شوفوا الخدمه اللي حبسات، وشوفوا هادشي فين جاو، جاو هنا وقفوا هنا ثلاثة، وقفوا ثلاثة البوليس اللي ثلاثة جاو في الليل، جاو حتى الجوجونس ثلاثة من جاو، قالوا لنا علاش ما شديتوهمش؟ علاش ما حنا لحد الآن في الأول ما كناش عارفينهم، عاد جاو الجيران وجاو الناس اللي ساكنين فوق وجا السيد اللي كيعرف هنا، وهاد الناس معروفين مجرمين، ماشي يلا خارج ثلاث سنين شي مرة أربع سنين شي مجرمين، ولحد الآن ما داروا معايا حتى شي حاجة، كنتسنى الرد ديال هاد الناس تشد. الحاله النفسيه ديالكم كيف دايره؟ انا من هاد النهار وحنا باقي مخلوعين لحد الان، كنجيو للمحل مخلوعين، الخدام مابقاوش كيخدموا، بالليل مابقاوش بغاو يخدموا، جايين مخلوعين. لا حيت ما تحماوش والامن ما حماهمش، حتى واحد ما حماهمش، ولاتي واش من 11 ونص مشي للامن، الامن كيتعاير معنا، خاصو الامن يحمينا، ما حماناش كيعايرنا. علاش ما شديتوش؟ علاش ما شديتوش؟ علاش ما درتوش؟ واش حنا غنسدو سته الناس بالسيوفه ديالهم معروفين، عرفوهم ومشينا ودرنا المحاضر، وداروا الشهود المحاضر، وداروا الناس اللي كانوا حاضر المحاضر. وسينا وعلى داك الشيء وراهم التصاور ديالهم سينيت عليهم واش درتو شي واحد هاد الان. دابا حنا مخلوعين خدام مابقاوش بغا يخدم. الخدامه مخلوعين ياك؟ مخلوعين بزاف كاع. شحال جوج مابقاوش كيجيو لدابا لحد الان، دار شحال من عام ديال الخدمه وشوف بحال قلت لك ما غنجيوش لنا ونوليو مضروبين وخصنا وجه هنا هادي، راه واحد تقاتل هنا وواحد تقاتل هنا وما جاوش حماونا، ما جا الامن ما جاش حمانا نهائيا، خاص الامن خاصو يجي بالاخر يوقف معانا ويصيفط الناس اللي مضروبين في السبيطار وشوف الخساره وشوف هادشي. هما وقفوا هنا في هاد البلاصه ثلاثه جاو ما دوش معانا ما تعجبهمش، شوف حالتهم. اش هو الحل دابا؟ انا كنطلب من السيد المدير العام الامن الحموشي هو يتكلف هادشي الدوسي ديالي انا، هاد الناس خاصهم يتعتقلوا خاصهم يتشدوا. وجاو عندي قالوا لي نعطيوك 600 بالعائله ديالهم، وانا ما بغيتش نشد الفلوس، ما عندي ما ندير الفلوس ديالهم، انا بغيت الحق ديالي ما بغيتش فلوس. لي 600 فلوس مشات لك ودير التنازل. وواحد واحد الشرطي بلا ما تكون الاسماء الله يهديك، واحد البوليسي في السبيطار تيقول لك دير لهم هذا الشيء، دير لهم التنازل دير لهم، والامن معانا ولا ضدنا؟ هذا الشيء اللي غنقول لك هو هذا. واخا النفسيه ديال العمال ديالك كيف دايره؟ هو راه متخلعوا، واحد راه باقي ما بغاش يبان. اجي بودا بودا اجي اجي عاود لهم الواقع كيف زيد زيد عاود لهم كيف اجي عاود لهم كيفاش واقع قاعده تما قاعده بلاتي معنا. اذا معنا احد الناس اللي خدامين هنايا اللي حتى هما تعرضوا لهذا المشكل كيف ما حكوا لينا. تفضل تفضل اخويا دخل زيد شويه الصوت ديالك. تفضل مرحبا بك. دخلوا علينا وتكبسوا علينا هنايا. اه ما
دخلوا علينا الله خدامين دخلوا علينا كنتوا خدامين تفضل تفضل اسيدي ولا انا جيت اسيدي غير نشوف الخدمه ديالي جيت نشوف الخدمه ديالي جيتي انت مع جيتي الفران مع 11 و12 ديال لي كندخل المحل ديالي كل هادي كل يوم كديرها كتجي تراقب الامور ديالك او دار واحد الدري كيبداو عاد جوج كيبات واحد كيبات مع 8 ديال الليل بديت انا مع 6 ديال الصباح كتفرق الفران مع 6 ديال الصباح كنمشيو مع 3 العشيه ربع ملي كنت في الخدمه ديالو داكشي كنتفاجئ حطيت طوموبيل ديالي كنتفاجئ 6 ديال الناس تابعني كيجريو مع حليت الباب معتبعوني دخلوا ليا 6 ديال الناس 6 الناس حتى عصابة إجرامية ومعروفين والأمن خاص يشدهم باش حنا نخدموا في الليل مطمئنين دابا حنا خدامين وخايفين وهاد الخدامين جوج راه مشاو مابقاوش خدامين حد الآن ديك ما خدموش سب السيوفة ديالهم هادشي خطير السيوفة ديالهم كلشي ومعروفين وما غنذكرش الأسماء ديالهم ما خدامش عارف واخا شحال من خدام عندك تعرض للضرب جوج خدام تعرض للضرب تمحنوا نفسيا قطعوا هنايا وختي راه العجينه كتخسر وحنا وحنا مخلوعين وشتنا عند الامن الدري هنا يبقاو الخدمه حساس شحال ديال الخسائر كانت؟ الخسائر واحد 10000 درهم خبز وفلوس كلشي مشى حنا خاصنا ومن انا المشكل الوحيد اللي كنطرح هو الامن خاصو من 12 ما جات الثلاثه واخا واخا غنشدو واحد السيوفا جو كاملين هازين سيوفا شي 4 ولا 5 ديال السيوفا بالنسبه للماتريال اللي خسر ولا كل شنو هو خسرت العجينه خسرات داروا الله كيقلبوا فيه ضربوا هاد برجلهم بحال كنخرجوا نشدوه ها هو انت ديما كتشوفوا لينا فهمتي وهذا هو المشكل اللي غنطرح انا كنطلب من هاد الناس ناخذوا الحق ديالي عطوني الحق ديالي وقدموا من العداله واش كاين شي استاذ الناس عصابه ما تقدموش العداله واحد ما تشدينيش شي واحد مشدوه حتى كنمشي تيقول لي واخا واخا هذا الفران فين كيتواجد؟ في حي نبيشات جزاك الله خير مدينة بوزنيف كلمة أخيرة هي كنطلب من المدير العام احتراماتي السيد الحموشي باش تخليه في هذا المشكل كل هذا المشكل وهاد الناس خصهم تعتبروا على طرف تكون إصابة إجرامية وما خدش ما تخاد ما تخاد حتى إجراءات ما تخاد أنا كنتسنى أنا الحق ديالي فاش صار إذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في فسمعتوا التفاصيل الصادمة حول هذا الكارثة اللي وقعت في هذا السيد صاحب فران اتصل قناة شوف تي في باش يحكي لهم هذا المشكل ويوصل صوته الرأي العام نتمنوا إن شاء الله الخير ليه دمتم في رعاية الله إلى اللقاء نلتقي في بث مباشر آخر إن شاء الله.